اوكي بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We have reached this area which is called Bindag area in the district of Palandin. احنا وصلنا الحمد لله بعد 8 ساعات ونص من السفر على طريق عادي جدا، ثم الطريق الصعب اللي احنا شفناه مدة ساعتين ونص، الى ان وصلنا لهذه القرية مع اخواننا اللي عايشين هنا في هذه البيوت في هذه الصحراء القاتلة المقفرة الجرداء كما نرى، لكي نشعر بمدى أو كيف يعيش هؤلاء الناس بعيدين عن خط اللي هو الرئيسي الذي يصل المدن أو القرى بعضها وبعض بساعتين ونصف على الأقل. السؤال هنا لينا، احنا صح الإغاثة عملت اللي هو السولار سيل اللي هو الطاقة الشمسية هنا هو، وعملت بئر كذلك، لكن في هناك مئات وآلاف من القرى كهذه القرية اللي احنا عايزين نوصل لها. احنا مشكلتنا مع الناس اللي بيتفرجوا على الفقر والجوع والمرض والحرمان والعوز، ان احنا نتفرج عليها كصورة مش كحياة، كصورة مش امل، كصورة مش معاناة، كصورة مش احلام وامال والام بيعيشها هؤلاء الناس الاقوياء. كل هؤلاء الناس وغيرهم واطفالهم وابنائهم اقوى مننا بعشرات المرات، ولن نستطيع ان نقارن انفسنا بهم على الاطلاق. وندائي لينا جميعا، ندائي لينا جميعا ان احنا نحاول ان نغير حياة هؤلاء الى الافضل والى الاحسن والى اللي هو الديمومة، ونجعل هنا هل فينا في مدرسة؟ ما فيش مدارس، ما فيش عيادات، ما فيش اي وسيلة من وسائل الحياة، لان هنا في جفاف وقحط شديد جدا زي الجفاف وقحط اللي احنا شفناه في الصومال من قبل. تعالوا عشان نوريكم البئر اللي عملته المؤسسة معنا. البئر معمول هناك عشان نعرف احنا كلنا. البئر اللي عملته المؤسسة بلك، يعني لو نبص الحياة اللي موجودة ممكن نتفرج عليها في فيلم سينمائي ونتندر او نبقى فرحانين، والبطل ماشي في الصحراء ها وبيطلع عليه حد الى اخره، مش مصدق ان في ناس من اهلينا واخواننا وقرايبنا ساكنين ده. شوف الجمل الجميل ده، سيزيس كامل بالك. ف طبعا ما يعرفش يعيش هنا من الحيوانات الا الجمال، شايفين الجمال هنا والمعيز، لانهم يتحملوا البقاء في وسط الصحراء. فهذا هو البئر الذي حفرته الاغاثه الاسلاميه في باكستان. طبعا الشباب اللي معانا من الاغاثه يعني بيسرعوا الزمن وبيسرعوا التكلفه العاليه جدا، بيسرعوا تحدي المناخ، بيسرعوا تحدي الحاجة، وسرعوا تحدي كذلك اللي هو الإمكانيات المادية علشان يأتوا هنا ويعملوا هذا البئر لكي ينقذوا حياة هذه الأسر والعائلات. آدي اللي هو البئر هنا هو، وآدي المصدر الطاقة الشمسية، وآدي المياه اللي احنا بنتكلم عنها الصالحة للشرب مع الحيوانات للحيوانات وللطيور، في حبة فراخ هنا موجودة وللبشر كذلك.
بنشكر كل متبرع تبرع بهذا المشروع، لكن بنطلب منكم جميعا ان احنا نطلب منكم جميعا اننا نيجي هنا ونعيش هنا ونشوف آلام ومعاناة اخواننا هؤلاء، وكيف ان ربنا امتحنهم بالصبر والحاجة والفقر، وامتحننا احنا بالامكانيات اللي عندنا والعلم وسعة الرزق، ها، فلابد ان نشاركهم معنا فيما اعطانا الله سبحانه وتعالى من نعم وخيرات. نعتمد على الله سبحانه وتعالى، ثم نعتمد عليكم وأن نرفع قيمة حياة هؤلاء الإخوة والأهل إلى مرحلة أخرى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.